اتناهى الى مسامعي مؤخرا انه هناك ممثلة ما خلال حوار تلفزيوني معها وضعت بعض الشروط لشكل حبيبها المستقبلي او شريك حياتها. القيت نظرة خاطفة على الشروط دي، الحقيقة هي اغفلت اهم شرط يجب ان يكون متوفر في شريك الحياة. عزيزتي المرأة، شريك حياتك لابد ان يكون مثقفا. الثقافة هي المفتاح لكل مباهج الحياة، الثقافة هي مفتاح اللطافة، الثقافة هي مفتاح النظافة. أحيانا الثقافة بتجعل الحوار مع الشريك ثري، وهناك الكثير من المواضيع التي يمكنه أن يفتحها ويفتح مداركك حول الحياة، يعرفك حاجات أنت ما تعرفيهاش، وينقلك من الرعاع اللي أنت عايشة معاهم إلى أن تصبحي في مكان أفضل وأرقى. المثقف أهم من الشخص الرياضي أو الشخص الشعر ناعم، لا لا، الثقافة هي المفتاح. تخيلي كده خروجات ونزه، الفسح هيفسحك فين؟ تأتي للقاهرة، مقاهي وسط البلد، تحضري مشادة ومناقشة حامية الوطيس بين مثقف يتبنى أيديولوجية ما ومثقف آخر يتبنى أيديولوجية أخرى، مثقف بنيوي ومثقف تفكيكي، قد إيه الحوار بينهم سيكون ممتع؟ أوه لقد ملكت أطراف الحاجات، حيزت لك مباهج الدنيا ومنافعها. في المنزل المثقف مدفون وسط الكتب ووسط الابحاث ووسط القراءات. قد يكون المنزل نظرا يعني لظروفه الماديه هو عباره عن اوضه واحده، هذه الغرفه الوحيده ستتحول الى قصر منيف، مع انه ما فيش مكان من كتر الكتب غير يا دوبك هي الحته اللي في الركن دي اللي بتناموا فيها واقفين دي. عظيمه، مثقف، انت تعيشين مع مثقف، نحن كمثقفين دره هذا المجتمع، قمه الجبل، افضل من يوجد، السبب في ان هذا المجتمع يفضل مجتمع جيد ومجتمع مبدع ومجتمع متماسك. متماسك دي يعني ما اعرفهاش قوي. الشخص المثقف لوحده هو شخص متماسك، ابحثي عن شخص مثقف وابحثي عن شخص متماسك.